الهاجري تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعي قناة الريان الفضائية، وهذه انطلاقة شوطنا الثالث عشر لجملة أشواط الفترة الصباحية، وانطلاقة شوط خاص بالثنايا الأبكار، وآخر أشواط الثنايا الأبكار 8 كيلومترات. ومن خلال هذه الانطلاقة وناخذ المركز الأول، وهنا مقدمة الشوط. في المركز الأول في هذه اللحظات، وناخذ اللي وصلت بالمركز الأول نتعرف عليها وبتقدمها. المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات صواب على المركز الثاني، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بينما ناخذ اللي وصلت بالمركز الثالث. المركز الثالث اللي وصلت، وهذه وصول، وهذا وصول مزنة، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي وصلت بالمركز الثالث. وفي المركز الرابع العنود الحاج بن ثعلب المزروعي اللي وصلت في المركز الرابع. المركز الخامس هنا مشاهدينا الأعزاء اللي وصلت في هذه اللحظات بروق سيف بن عامر النعيمي. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. هنا مزون على المركز الأول سيد فهد بن غزين العرجاني في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط. راخذ المركز الثاني الصواب، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري اللي واصل مع المركز الثاني، وبرفقة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، هو من يرافق هذا الشعار دائما، هو من يرافق هذا الشعار إلى الانتصارات. المركز الثالث مزنة، مزنة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. بالمركز الثالث وصلت مزون فهد بن غزين العرجاني، وهذا آخر أشواط الثنايا الأبكار في هذا في هذه الفترة الصباحية. الشوط القادم الشوط الخاص بالسودانيات، الشوط الرئيسي لأشواطها المفتوحة. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ العنود مع شعار الحاج بن ثعلب المزروعي بالمركز الرابع، وبالمركز الخامس بروق اللي وصلت بشعار السيد سيف بن عامر النعيمي. هذه هي النتيجة للخمس مراكز، ولكن عودتنا دائما مع المركز الأول، وهذا هو شعار الشهواني، وهذا هو شعار التاريخ، وهذا هو الشعار الأسطوري، وهذا هو الشعار المرعب. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، من يملك هذه الأسماء المميزة؟ انتظروا المزيد من الأسماء. المركز الثاني صواب مع العملاق الغربي، هنا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم صواب، يقدمها محمود بن محمد بن سالم وهيبي. وسلام على المركز الثاني، بينما ناخذ المركز الثالث العنود الحاج بن ثعلب المزروعي. ضيوفنا الأعزاء من دولة الإمارات ومن الغربية، وشعار الحاج بن ثعلب المزروعي. وفي المركز الرابع وصلت بنت رياض القادمة بشعار سيد علي بن عبد الهادي المري. وفي المركز الخامس بروق للسيد سيف بن عامر النعيمي. نعود إلى مقدمة الشوط، وبدأت تنطلق اللي هي مزنة. ويا سلام يا مزنة، انطلقت مزنة بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. وصلنا الأربعة كيلومترات أو 3.5 كيلومترات قطعناها، وانطلقت مزنة. أشوف الصواب تحركت،
أشوف صواب انطلقت بشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ويبدو أن المنافسة جميلة ما بين الشعارين الكبيرين. يا سلام، محمد بن زايد المنصوري ومسفر بن مبارك الشهواني، وسوف يكون هناك صراع عند الكيلومتر الأخير. المركز الثالث، هذه هي العنود، الحاج بن ثعيلب المزروعي، بينما المركز الرابع بنت رياض للسيد علي بن عبد الهادي المري. وفي المركز الخامس في هذه اللحظات اللي وصلت غزالة لمسعود بن جابر المسعود، في المركز الخامس نرحب بقدوم الغزالة، نرحب بقدوم المسعود، مرحبا بهذا الشعار، وهذه صاحبة الإنجازات، وهذه صالت وجالت في الميادين ولها تاريخ مشرف. في المركز الرابع وفي المركز الخامس، هي في المركز الخامس، لكن دعونا نعود هناك مع مزنة، هناك يا مزنة، الله يا مزنة، بالكادر العلوي، يا سلام، بالكادر العلوي لوحدها بانطلاقة مزنة. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، ولكن منافسة الإعصار الغربي سوف يكون له دور، سوف يكون له دور في هذا الانطلاق. يا سلام، هذه صواب للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري برفقة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. يا السلام على المركز الثاني بالمطاردة وبالملاحقة بمسيرة الكبار. هنا نتابع، هنا ننطلق، هنا نعلق مع المركز الثالث، وهنا التحية لهذا الشعار، شعار السيد مسعود بن جابر المسعود وغزالة، ويبدو أنها ثاني أو ثالث مشاركة لها في هذا الموسم. الله، وصلت للمركز الرابع، وهذه العنود ومعانده العنود للسيد الحاج بن ثعيلب المزروعي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس نوف على المركز الخامس، نوف والخوف من نوف، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. لكن دعونا نعود هناك يا أبو حمد مع الرقص، هناك مع مزنة، مزنة هو أهل الدوحة يحبون هذا الاسم، اسم مزنة. يا السلام، مزنة ومسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، الله يا الشهواني. يا سلام، وجود هذا الشعار يشكل خطر على المضمرين، يخوف هذا الشعار. يا سلام، شعار السيد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، اللي منطلق، اللي مبدع، اللي يصارع، واللي يقول هل من منافس في هذا الشوط. يا سلام، ربما يذخر بالأشواط المتأخرة للتجهيز، إنما له أهداف الشهواني مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. الله، داهية المضمرين. يا سلام، المرعب. يا سلام، المركز الثاني، وصلت صواب على المركز الثاني لمحمد بن زايد خلفان المنصوري، ويريد أن يصيب الهدف بانتزاعه لهذا الشوط ليهدي السلام إلى الغربية، لكن التعزيز قادم بسهم غربي مع الإعصار الغربي، ولكن هذه سلمت، وهذه استلمت، وهذه انطلقت، وهذه نوف محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهذا الشعار الجميل. ولكن غزالها القادمة، غزالها المنطلقة، غزالة وصلت على المركز الثالث بشعار السيد مسعود بن جابر المسعود اللي قادم على المركز الثالث. لكن في المركز الرابع العنود للسيد الحاج بن ثعيلب المزروعي، المركز الخامس والتي تحمل رقم 5 بنت رياض علي بن عبد الهادي بن عبده المري. المنافسة في هذا الشوط، المنافسة سوف تكون ما بين عمالقة المضمرين، ما بين الاسمين الأقوياء من كبار المضمرين. استراحة المحارب مع المرعب، استراحة المحارب مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، مع وصول مع انطلاقة مزنة المركز الثاني، وهيهات من هذا الشعار، هيهات من هذا الاسم، هذه نوف محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وهذه علامة الجودة على رأسها، الزعفران اللي ملطخ براسها 1500 متر عن الناموس، جابر بن مسعود
أو مسعود بن جابر المسعود، وقلت لكم خطيرة، وقلت لكم لها إنجازات، وخبرتكم لها الإنجازات. وبنت رياض يقول لي أبو حمد خطيرة خطيرة يا السلام، اللي بالمركز الرابع أو في المركز الخامس علي بن عبد الهادي المري، انحصرت المنافسة ووصلت الخمسة مراكز، ويا هل ترى الفوز وين؟ الكل يحتار، الفوز وين؟ الناموس وين؟ مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني بالمركز الأول مع مزنة 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 مزنة، وهذه العروض. الحاج بن ثعلب المزروعي وصل وصل وصل، وأيضا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري وصل مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير في هذا اليوم، في هذا الصباح الذي يحمل تحديات الثنايا. ولكن بنت رياض قادمة خطيرة أيضا بشعار شعار السيد علي بن عبد الهادي بن عبده المري. ولكن يبدو يبدو من واقع هذا الشوط ان الفوز ان الفوز مع العنود، ان الفوز مع العنود، لان لم تصدر عليها التعليمات، لم تصدر عليها التعليمات في هذه اللحظات مع شعار الحاج بن ثعلب المزروعي المنطلق. ولكن قلنا لكم قلنا لكم وحذرناكم بشعار الإعصار الغربي، وهذا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يرافق هذا الشعار ومن له دور كبير بإنجازات هذا الشعار. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الله، هذه 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 هجن الإعصار الغربي، وهذه 400 متر الأخيرة، 400 متر الأخيرة، آخر أشواط الثنايا لمن؟ آخر أشواط الثنايا لمن؟ يظفر به المنصوري، ليظفر به المنصوري، ليتفوق به المنصوري، ليتفوق به الوهيبي، لينطلق مع نوف، لينطلق مع نوف. أسعد الله صباحك، أشكرك يا الوهيبي على هذه الإنجازات المستمرة، على هذه الإنجازات التي تستمر في كل سباق، التي تستمر في كل مهرجان، في كل محلي. أسعد الله صباحك يا الوهيبي على هذا الناموس. المركز الثاني العنود للسيد الحاج بن ثعيل بن منصور، المركز الثالث مسلم بن مبارك الشهواني، المركز الرابع علي بن عبد الهادي بن عبد، المركز الخامس شعار مسعود بن جابر المسعود. مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والناموس. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني، لحظة الوصول 13 دقيقة بدون أي ثواني 62 جزمة ثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني 13 دقيقة 5 ثواني 48 جزمة ثانية. ثاني والناموس. المركز الثالث، وكان توقيت الزمن 13 دقيقة 9 ثواني 9 جزمة ثانية. ثاني والناموس مسفر بن مبارك الشهواني على هذا الناموس.